السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جايبكم فيديو اليوم عن طريقة التلوين الصحيحة. الطريقة الأولى يعني كاين بزاف ناس يستخدموها وهي أنه يلون بسرعة في أماكن يعني يخلي فراغات ويخلي مساحات كبيرة في التلوين. يعني لأي مبتدئ تلقاه في أول رسمة ليها أول رسومات يستخدم هذه الطريقة كي يحب ينهي التلوين تاعه ولا ينهي الرسمة اللي يرسم بها. هذه الطريقة شوفوا يعني كما راكم تشوفوا هذه الطريقة الأولى يستخدمها أي واحد. كما راكم تشوفوا هكا يلون الطريقة هذه خلي فراغات. يعني التلوين هذه طريقة هذه خاطئة ياسر، هذه فيها أخطاء كبيرة هذه الطريقة يعني اللي يستخدم. شوفوا بالنسبة للطريقة الثانية شوفوا كيفاش هكا تلون بالعقل، تبدأ بالأماكن اللي تبدأ بالمكان اللي فيه الضيق، تبدأ هكا تلون بالأماكن هذه وما تبعدش المسافة تاع القلم تاعك، يعني تبقى المسافة تاعك قريبة للتلوين وتلون يعني ببطء، ما تلونش يعني بسرعة، يعني هكا تلون في المكان هذاك تلون فيه ببطء. أنا راني شوية مسرع الفيديو لهنا كما راكم تشوفوا هكا تلونوا. نستخدم الدرجات في التلوين، يعني كاين ناس ما تستخدمش الدرجات في التلوين، هذه طريقة يعني خاطئة أنك تبدأ يعني ما تستخدمش درجات، يعني لازم كاين درجات في التلوين حتى تعطيك التلوين تعطيك الملامح الحقيقية في التلوين. الطريقة هذه يعني خوتي سهلة وهذه اللي تخليك تحترف في التلوين في الرسم. يعني ناس يقعد يرسم ويزرب في التلوين تاعو ويخرج رسمه ماهيش مليح. هكا خاوتي نبقاو نلونو حتى نكملو المربع هذي، نوصلو بهذه الطريقة حتى نكملو تلوين المربع كامل. وراح نلاحظو الفرق يعني اللي ما بين المربع هذا الأول والمربع الثاني، تشوفو يعني استخدمو هذه الطريقة وراح تشوفو يعني فرق كبير في الرسم تاعكم في تلوين الطريقة هذي. نستخدمو هذه الطريقة باش بالنسبة يعني لدمج اللون باش ما يخليش فراغات كبيرة، يعني استخدموا هذه الطريقة هذه تخلينا يعني نحو هذه المسامات وهذه الفراغات يعني اللي توجد في الرسمة كي يكون اللون فيها في التلوين، هذه تخلي يعني كما راكم تشوفوا هكا هكا تتنزع هذه المسامات. شوفوا يعني لاحظوا كيفاش تبدلت يعني اللون كيفاش تبدل وكيف هذه يعني الأداة هذه تاع القطن العود سمو يعني العود القطن وكما يسموها في بلدان أخرى الودانة، هذه فيها قطن يعني نستخدمها أنايا ولا أغلبية الرسامين يستخدموها هذه لدمج الألوان، يعني يستخدمها العديد من الرسامين هذه لونو بها، يعني تقدر تدمج بها الألوان وتلاحظ الفرق تاعك. يعني لاحظوا وشوفوا كيفاش يعني تبدل الألوان راكم تلاحظوا خاوتي، يعني كاين الفرق ما بين المربع الأول والثاني. يعني هذه الطريقة صحيحة اللي نستخدمها أنا ولا يستخدمها أي رسام يعني في طريقة الرسم تاعو طريقة التلوين. ما تنسوش اخوتي تدعمونا باش نضيف لكم يعني فيديوهات اخرى في التعليم وطرق الرسم، دعمونا بلايك واشتراك في القناة اخوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.